دائما ابحث عن الاشخاص السالدين لك عشان توصل للاهداف. حط خطه. اكبر مش هاي ادوات انا اللي بحكيها، اكبر مشاكلنا احنا دائما نفكر بالايجابيه من دون ما نخطط. ما هو كمان القصه مش تتمنى الايجابيه، يا رب ايجابيه، لا، حط خطه. وهي الخطه تكون واضحه المعالم. اهم نقطه بالخطه اهداف قابله للقياس. بالعلم بيقولوا دائما الاهداف التي تدار وتقاس اهداف تحقق. اذا انا بقدرش ادير هدف ولا اقيسه، فيش واحد يقول لي الوصول للنجاح هدفي، هذا مش هدف، هذا هبل صدقا هبل. طيب. النجاح بده يكون أداة مقاسة وبأرقام وبتاريخ. وأهم نقطة أختم فيها الديدلاين، تاريخ محدد للإنجاز تبعك، مشان تقدر تشوف ليش ما وصلتش وكيف ممكن تتجاوز هاي المشاكل. صح، وقد ايه ممكن احنا نلتزم بالخطة اللي احنا نحطها لحالنا من أجل النجاح. شكرا لوجودك معنا، دائما تعطينا طاقة هيك طبعا نكمل. أهلا وسهلا فيك دائما. مشان فاصل قصير وراح نكمل محطاتنا والحديث عن فعاليات مؤتمر الهندسة المدنية الدولي الثاني، كونوا معنا. صباح الخير من جديد لكم مشاهدينا، صباح الخير لكل اللي انضموا لمتابعتنا بهالفقرة أكيد من فلسطين هذا الصباح. طبعا بحديثنا عن فعاليات مؤتمر الهندسة المدنية الدولي الثاني بفلسطين، معنا بالاستوديو الأستاذ الدكتور جلال الدبيك وهو نقيب المهندسين، صباح الخير لحضرتك، وأيضا الدكتور عبد الفتاح الملاح رئيس اللجنة التحضيرية، صباح الخير لكم. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. إذا نتحدث عن فعاليات هذا المؤتمر الذي انطلق من الأمس وأيضا يستمر اليوم بفعاليات منوعة، وهو يأتي على للمرة الثانية أيضا بحضور عدد كبير من المشاركين من الدول، ما هي أهم، خلينا نحكي أهم الأهداف التي انطلق من أجل هذا المؤتمر وأيضا ربما الأوراق التي ستقدم فيه؟ تفضل أستاذ جلال. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مؤتمر الهندسة المدنية الثاني هو مؤتمر دولي، هدف هذا المؤتمر أنه احنا نجمع الباحثين الفلسطينيين والباحثين الدوليين في مواضيع حساسة ذات علاقة في محاور تخصصات الهندسة المدنية، اللي هي بنتحدث نحن عن الهندسة الإنشائية، بنتحدث عن موضوع المياه والبيئة، بنتحدث عن النقل والمواصلات، بنتحدث عن التربة، تربة الموقع والفحوصات، نتحدث عن المدن الذكية، نتحدث عن المباني الخضراء، برضو نتحدث عن إدارة المشاريع، الإدارة الهندسية وغيرها. فالهدف هون جمع الباحثين والاطلاع على ما هو جديد في العالم، بإضافة إلى أنه نحن كنقابة مهندسين نعمل دائما على تطوير المعرفة لدى المهندسين. وعندما نتحدث عن نقابة المهندسين في هذا المجال، نقابة المهندسين هي حاضنة لكل التخصصات الهندسية في الوقت اللي أعضاء نقابة المهندسين هم موجودين في كل المؤسسات، فبالتالي سواء حكومية، وزارات أو بلديات أو قطاع خاص، مصانع،
بالتالي نقابتنا نقابة المهندسين هي من خلال هذه التكوين وعلاقتها مع كل القطاعات ذات العلاقة جمعت هاي المؤسسات وشكلنا لجنة تحضيرية ولجنة علمية حتى تكون هناك أكبر مشاركة ممكنة. فهدفنا يعني مشاركة جميع المؤسسات. بلاحظ أن هناك جوانب أكاديمية، في عنا قطاع خاص، في عنا مهندسين في هيئات الحكم المحلي، في عنا مهندسين في الوزارات. هذا المؤتمر سيجمع كل القطاعات، كل المؤسسات مع بعضها البعض. الهدف الرئيسي كما تحدثت حتى يعني يشمل طلبة كلية الهندسة في الكليات، لأنه كمان الجانب الأكاديمي له دور كبير جدا، تطوير المعرفة، الحصول على كل ما هو جديد في العالم، وبالتالي التواصل مع المؤسسات مع بعضها البعض سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي. يعني كلهم كفريق واحد. دكتور عبد الفتاح، خليني أنتقل لحضرتك بما أنك رئيس اللجنة التحضيرية، وفي إطار منح هذا المؤتمر الوزن الخاص به، يعني لأنه يتضمن على أكثر من 65 ورقة علمية، خلينا نتحدث عن تحضيراتكم. غدا وبعد غد سينطلق هذا المؤتمر في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم. التحضيرات لهذا المؤتمر الدولي، تفضل. نعم صحيح، حقيقة التحضيرات بلشت منذ عام، من 5/12 السنة الماضية بلشت عمل لجنة تحضيرية. فإحنا هلأ قطعنا شوط طويل على مدى عام كامل، إعلان المؤتمر، بعدين دعوة المتحدثين الرئيسيين للمؤتمر، بالإضافة إلى حجز مكان المؤتمر والمنشورات وكل هذه الأشياء. طبعا في جهد عظيم كبير وجبار مبذول من كثير من الزملاء من المؤسسات الفلسطينية والجامعات أعضاء اللجنة التحضيرية والعلمية، بالإضافة إلى كمان الجنود المجهولين بسميهم أنا في نقابة المهندسين، وفي طبعا عندنا متطوعين بيساعدوا في الموضوع. هلا بإذن الله تعالى احنا يعني خلينا نحكي فعاليات المؤتمر بلشت، ممكن نحكي من اليوم في عنا الجولة التعريفية. بعد هذا اللقاء إن شاء الله تعالى راح ننزل أنا والدكتور جلال على بيت لحم، ومن الساعة 1 في مقر نقابة المهندسين في بيت لحم عندنا استقبال للمتحدثين الرئيسيين والزوار الأجانب، راح يتبلشوا يتوافدوا على بيت لحم، وراح يكون في عنا الليلة اليوم هو في جولة تعريفية على منطقة مدينة بيت لحم بالإضافة إلى مصنع نصار. بعديها في عنا عشاء ترحيبي بالزوار، ومقدر إن شاء الله تعالى من الساعة 10 راح يتم الافتتاح الرسمي للمؤتمر، واللي هو كمان برضه بتضمن معرض فلسطين للصناعات. فإن شاء الله تعالى راح يكون في عندنا الكلمات الافتتاحية، بعدها في عندنا كلمات المتحدثين الرئيسيين. في عندنا بهذا الإطار راح يكون 9 متحدثين رئيسيين جميعهم هم أعلام في مجالاتهم، وفي منهم خلينا نحكي من الفلسطينيين اللي عايشين في الغرب، وفي الفلسطينيين اللي عايشين بالداخل، وفي كمان من الأجانب من دول تانية. نعم. كل واحد علام في مجاله. طبعا راح تستمر الأعمال عبارة عن عدة جلسات، 3 جلسات متوازية على مدار يومين كاملات بإذن الله تعالى. جميل. دكتور جلال، يعني هذا المؤتمر سيتم عرض 65 بحث علمي من خلاله، محكم طبعا في مجالات هندسية، وتحدثت ربما عن كثير من الأفكار المهمة جدا اللي كمان عم نواجهها ونشوفها على مستوى الهندسة في البلاد، مثل المباني الخضراء على سبيل المثال. قديش مهم يكون في نافذة وحاضنة، خلينا نحكي، لأبحاث علمية، أفكار جديدة، نشوف وين أحدث، خلينا نحكي، الأشياء المتعلقة بهذا المجال في العالم، ونجيبها ونقدمها للجمهور الفلسطيني، خاصة بحضور شخصيات دولية في هذا المجال أيضا. يعني هو في الواقع إضافة لأوراق العمل اللي هن 67 ورقة، منهم 60 ورقة بحثية و7 أوراق بحثية على شكل بوسترات. هناك 9 متحدثين رئيسيين يعني رح يقدموا نوع من المحاضرات في مواضيع متقدمة في العالم، في 9 مواضيع المتحدثين الرئيسيين، هذا إضافة لأوراق العمل والأبحاث. الهدف يعني إحدى أوراق العمل، مجموعة من أوراق العمل، في جلسة خاصة للمباني الخضراء، وفي جلسة للمدن الذكية، في جلسة للمدن وللمدن الآمنة القادرة على الصمود، في محاضرة أو متحدث متخصص في المباني الخضراء سيتحدث عن آفاق المباني الخضراء، عن أهم المعايير والأسس التي تؤخذ بعين الاعتبار في المباني الخضراء، كونه نحن الآن في إطار بعد إنشاء المجلس الأعلى للبناء الخضراء، الآن المباني الخضراء دخلت موضوع الحوكمة
وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء، وزير الحكم المحلي، وزير الأشغال العامة والإسكان، ونقيب المهندسين، لتقديم نظام سيعتمد من قبل الحكومة في موضوع المباني الخضراء. وبالتالي هذا الموضوع يعتبر من أهم المواضيع التي ستناقش، إضافة لمواضيع أخرى مثلا المباني المقاومة للزلازل، موضوع فحوصات التربة، إدارة المشاريع، مواضيع كثيرة جدا يعالجها المؤتمر من خلال أوراق عمل بحثي، إضافة لحتى مشاركة الطلبة من الجامعات. هناك طلبة من الجامعات سيختلطوا مع المهندسين، وهي فرصة. نحن نتحدث عن تقريبا 1500 مشارك في هذا المؤتمر الدولي. جميع الباحثين اللي حضروا من الخارج هم معروفين رواد للعمل الهندسي في تخصصهم، فالعديد منهم تم يعني تكريمه في موضوع إضافة لبحثه، إضافة لورقة العمل اللي راح يقدمها. راح يكون بعضهم بلا شك راح يكون هنا، راح يتحدثوا كمتحدثين رئيسيين بواقع نصف ساعة في محاضرة علمية شيقة تتحدث عن كل ما هو جديد في العالم، حتى نستطيع نحن كنقابة مهندسين والجامعات والوزارات ذات العلاقة، لأنه هذا المؤتمر ما يميزه إنه كل المؤسسات جامعة مشاركة فيه. نعم كله يعني مثلا لجنة التحضيرية، لجنة التحضيرية فيها جامعات، خمس جامعات يعني اللي فيها هندسة مدنية، جامعات النجاح وجامعة بيرزيت وجامعة القدس وبوليتكنيك فلسطين وجامعة خضوري فلسطين التقنية، إضافة إلى الوزارات، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الحكم المحلي، يعني المجلس الأكاديمي الفلسطيني، عندنا سلطة البيئة وجميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الهندسي. حقيقة مشاركة بما يخص الاختصاصيين من خارج البلاد، يعني نحن نتحدث هنا عن التشبيك والتنسيق ما بيننا وما بين كمان دول العالم للوصول إلى مؤتمر دولي علمي طبعا يسهم في تطوير كفاءات المهندسين ويكسبهم الخبرات والمعرفة. نتحدث هون عن أهمية تبادل الخبرات ما بيننا وما بين دول الخارج بما يخص المهندسين، وقديش هذا الموضوع ممكن يأثر إيجابا على فلسطين. تفضل. صحيح كلامك سليم، شكرا لك. هلا حقيقة بتعرفي إنه بالذات إحنا في فلسطين إلا خصوصية معينة عن بقية دول العالم، إحنا حركتنا مش بسهولة، وإنه نقدر نغادر البلد ونروح نشارك في مؤتمرات عالمية. برضو كمان في كتير فئة من المهندسين ممنوعين من السفر أو بواجهوا بعض المعيقات والصعوبات، منها كمان قضية التمويل. فمنذ العام 2012 لما بلشنا تحضيرات للمؤتمر الهندسي المدني الأول، كان نصب عيوننا هذا الموضوع، إنه بنحاول كمان إنه هذه المؤتمرات تكون مؤتمرات دولية، لأن يعني النقابة هي لها باع طويل في المؤتمرات، فبلشت موضوع المؤتمرات الدولية ونجيب كينوت سبيكر ومتحدثين رئيسيين من العالم عندهم اختصاص دقيق، هم بيكونوا يسموه على يعني على حافة العلم وين وصلوا في هذا، في كل واحد في مجاله، فبيجوا بيعطوا هذه المحاضرات بتكون زي كأنها بتفتح العقول على أفكار جديدة، بالذات لخلينا نحكي للمهندسين الجدد أو لطلاب الجامعات في السنة الأخيرة. فدائما تعرض القضايا الجديدة. فعلى سبيل المثال يعني واحدة من المواضيع اللي راح تطرح يعني إن شاء الله في الغد حول الجيل الخامس من المواصلات اللي هو لسه مش مطبق في العالم. فبمعنى آخر إنه السيارات راح تتحاكي مع بعضها اللي بتكون على الشارع والشاحنات وخلافه، كيف من كمان منعزز قضايا حماية البيئة من هذه المواصلات. موضوع تاني راح نأخذه عن المدن الآمنة والمستدامة اللي هو لسه في دور التخطيط في العالم. كمان أنا حاب أحكي على فكرة غير قضية التشبيك والتبادل المعلومات، من خبرتنا في المؤتمر الهندسة المدنية الأول اللي عقد في عام 2013، كان في عنا مجموعة من طلاب البكالوريوس السنة الأخيرة إجوا شاركوا كمتطوعين وطبعاً لحضور المؤتمر. أثناء تفاعلهم مع المتحدثين الرئيسيين اللي هم جايين مختلف دول العالم، يعني أنا على حسب علمي بعرف منهم على الأقل 7 أشخاص طلعوا كملوا دراسات عليا ماجستير، ومنهم هلا في الدكتوراه مع أحد المتحدثين الرئيسيين أو عن طريقهم ساعدهم كيف يلاقوا طريقهم للخارج. يعني كانت هذه فرصة. يعني هذول أنا بحكي على حسب علمي، يمكن في كمان حالات غيرها مختلفة. فعشان هيك المؤتمر هذا الثاني إجا بتحضيرات له على مجال أوسع من المؤتمر الأول، عندنا زاوية كبيرة لمشاريع التخرج من الجامعات. إحنا معنيين برضو كمان الطلاب في السنة الأخيرة يجوا ويتفاعلوا مع المتحدثين الخارجيين، كمان مش بس المتحدثين الرئيسيين، كمان في عنا زوار من الخارج هم يعني خلينا نحكي مؤلفين لأوراق علمية أو مشاركين بتأليف أوراق علمية رايحين يحضروا المؤتمر.
رائع. نعم جميل جدا، يعني نتمنى بالفعل انه يتم استثمار كل هذه الافكار، سواء حتى كمان الابحاث العلميه الجديده، يمكن الاشخاص غير المهندسين ممكن يطلعوا عليها، ما بعرف اذا في صفحه معينه للمؤتمر او ممكن يكون في نشرات. تفضل دكتور. يعني حقيقه في مواضيع حتى لو كان الشخص مش متخصص في المجال، عندما صحيح. نتحدث في موضوع يعني بس كلها بتهمنا بالنهايه احنا كمواطنين، يعني عندما نتحدث مثلا عن الاساسيات العشر للمدينه القادره على الصمود او المدينه المنيعه، معظم المحاور اللي تثار في الاساسيات العشره استنادا للمعايير العالميه مثل اطار سنداي، وهناك سيتم التعرف على كيفيه قياس مدى مناعه المدن، فمن هنا الحديث بيتم عن اساسيات لها علاقه حتى في الجانب الاعلامي. طبعا يعني تصوري طبعاً. موضوع الاعلام ودوره في كثير من القضايا في الوعي المجتمعي طبعاً. ورفع مستوى الوعي المجتمعي عند الشعوب، وانتم بتعرفوا ان الاعلام له دور اساسي في هذا الموضوع. نحن كنقابه مهندسين في هذا الاطار اطلقنا حمله توعيه انه العمل الهندسي هو استثمار وليس تكلفي، راح تستمر مده تقريبا سنه، تشارك فيها جميع وسائل الاعلام، لانه حتى نقدر نصل لمجتمعنا ونحاول نغير من طريقة تفكيره في موضوع البناء وموضوع التخطيط. وهنا عندما نتحدث عن الهندسة المدنية نتحدث عن البناء والطرق والمياه والبيئة، جميع النواحي اللي احنا بنشوفها كل المجالات. فالأساسيات العشرة مثلا تتحدث عن تخطيط المدن، احنا كثير من القضايا بنشوفها وبنلاحظ في عنا مشاكل في المواصلات في المياه في طبعا الطاقة. اكيد بكل المجالات. احنا بنتمنى لحضرتكم كل التوفيق، الاستاذ الدكتور جلال الدبيك نقيب المهندسين، وايضا دكتور عبد الفتاح الملاح رئيس اللجنه التحضيريه، شكرا لوجودكم معنا اليوم. طبعا بنتمنى لكم كل التوفيق في هذا المؤتمر، بنتمنى يكون ثالث ورابع وخامس على مدار السنه ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا. خلينا نتوجه مباشره الى زميلنا ساري العواوي، واليوم يحدثنا في زاويه اعرف بلدك من مقام النبي يونس في في حلحول. صباح الخير ساري. صباح الخير داليا، صباح الخير آلاء، وتحية صباحية للمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الصباحية من محافظة الخليل، وتحديدا من مدينة حلحول شمال المدينة، للحديث عن مقام ومسجد النبي يونس، هذا الموقع الأثري التاريخي الهام الذي يتعرض لمحاولات السرقة والتهويد من قبل الاحتلال ومستوطنه. هذا المسجد بني في العهد الأيوبي، بناه شقيق صلاح الدين الأيوبي، وله أهمية تاريخية في مكان ما هو موجود في مدينة حلحول. هذا المقام يعتقد بحسب الروايات التاريخية بأن النبي يونس عليه السلام دفن هنا من خلفه، لكنها هي رواية تاريخية غير دقيقة، وبالتالي سنتعرف أكثر ضمن زاوية اعرف بلدك في البرنامج الصباحي عن هذا المسجد وعن هذه أو عن هذا المقام مع السيد حجازي مرعب رئيس بلدية حلحول الذي ينضم إلينا. بداية أهلا بك معنا في برنامج فلسطين هذا الصباح، يسعد صباحك. يسعد صباح. يعني سيد حجازي، حدثنا عن تاريخ هذا المسجد، هذا المقام له تاريخ حافل وله معلومات شيقة، بني على أقواس وبني على مقام يعتقد بأنه دفن به سيدنا يونس عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني بداية في هذا الصباح من هذا المكان، من هذا من داخل مسجد النبي يونس عليه السلام، أبعث بالرحمة على أرواح شهدائنا، وأتمنى لأسرانا ومصرانا الحرية والشفاء العاجل لجرحانا. نعم، مسجد النبي يونس في هذه المدينة، حقيقة مدينة حلحول يعني أبرز معالمها الأثرية والدينية، وهي ومسجد النبي يونس اليوم عنوان لمدينة حلحول. هذا المسجد الذي يقع على أكبر ارتفاعات أو أعلى الارتفاعات في مدينة حلحول، وهي أو يسمى بجبل النبي يونس الذي يرتفع عن سطح البحر حوالي 1027 متر، الذي أصبح اليوم يأمه المسلمين من كافة أرجاء العالم. ونحن الآن في داخل مسجد النبي يونس، والوفود الزائرة اللي موجودة يعني هنا نتحدث عن السياحة الدينية، نحن نشاهد بعض الوفود التي وصلت قبل قليل ضمن برنامج ربما
وضع من الجهات الاختصاص ووزارة الأوقاف لديكم في بلدية حلحول وغيرها. هنا وفد ربما من سنغفر. من سنغفر. حدثنا أيضا عن السياحة الدينية، تفضل. اليوم هو مهوى لأفئدة عدد كبير من المسلمين، سواء من ماليزيا، من الباكستان، من الهند، الآن إخواننا اللي بداخل الجامع سواء كانوا ذكور أو ناثم من سنغافورة يأمون هذا المسجد لأهميته الدينية، وهو بالنسبة لنا في مدينة حلحول هو الأم لنا، هو ملاذنا، هو حقيقة نأتي إليه من كل أنحاء المدينة. كما تروي الرواية أنه حقيقة تم بناء هذا المسجد في أيام الأيوبيين مثل ما روت الروايات التاريخية، وتم بناء على إذن يعني أكيد رح نرجع لسارية. يبدو أنه هناك خلل فني، على كل حال كنا متحمسين نشوف ونتعرف على مقام النبي يونس، يمكن كمان منشوف طبعاً بعض السياح اللي عم بيصلوا. صحيح، على فكرة بمناطق الخليل في كتير ألاء من الأماكن التراثية وأيضاً صح الأماكن يعني إحنا فخورين جداً فيها اللي ما كنا نعرفها دائماً. في أيضاً مسجد الذروة، ما بعرف إذا سمعتي عنه، ونتمنى من ساري العواوي اللي ياخذنا جولة عليه. هذا المسجد كان قطعة أرض قديما واليهود بيهددوا إنهم يحتلوها، ولكن حسب علمي إن صحيت القول طبعا المختارين في هذه البلدة بلدة حلحول كانوا يتحدثوا ويقولوا إنه إذا تم بناء مسجد خلال 24 ساعة هذا الموضوع يمنع الاحتلال من إنه يحتل هذه الأرض، وفعلا تم بناؤه بخلال 24 ساعة وسمي بمسجد الذروة نسبة لعين ما كانت. طيب خلاص معنا نحكي لسالي العواوي عرفنا. إذا ساري سمعنا لازم يروح عليه. هذا يعني جميل جدا أنه نتعرف على كل هاي الأماكن وهذه المناطق المهمة جدا في بلدنا. نرجع لساري. ساري من جديد إليك ويسعد صباحك، تقدر تواصل الجولة. يسعد صباحكم من جديد. يعني نعتذر عن هذا الخلل، وبالتالي نكمل حديثنا عن هذا المكان الأثري التاريخي الهام، ونشير إلى أهمية هذا المكان الذي يقتحمه المستوطنون في أعيادهم التلمودية، يقومون بأداء طقوسهم التلمودية في محيط هذا المسجد، ويسعون لطمس المعالم العربية والإسلامية في هذا المسجد. نتحدث عن هذه النقطة ونعود إلى السيد حجازي مرعب رئيس بلدية حلحول الذي ينضم إلينا في هذا المكان. يعني بالعودة إلى الحديث عن هذا المقام وهذا المسجد النبي يونس، ذكرنا هنا عن اعتداءات الاحتلال ومستوطني على هذا الموقع التاريخي. نعم، لا يخفى على أحد اليوم أنه قد تكررت تعديات المستوطنين على هذا المكان بحجة ذرائعهم وادعاءاتهم اللي هم ينتحلونها بين الحين والآخر على جميع مناطق فلسطين سواء كانت مساجد أو غيرها. نعم، بين مثل ما كنا يعني يأتون في ساعات متأخرة في الليل يعيثون فسادا حول هذا المسجد، يحاولون اقتحامه أكثر من مرة، ولكن احنا دائما نقول للبيت رب يحمي. هذا مسجد النبي يونس ومسجد إسلامي، لم نتخلى عنه نهائيا، وهذه ديانتنا وعقائدنا وهو جزء من عقيدتنا. جميع المساجد والمقدسات هي جزء من عقيدتنا، وجب علينا الحفاظ عليها وأداء صلواتنا فيها باستمرار إن شاء الله. سيد حجازي، يعني سنسلط الضوء على هذا المقام ونتحدث أكثر عن الروايات التي تقول بأنه دفن سيدنا يونس عليه السلام في هذا المكان أم لا؟ يعني إحنا ما يصل إلينا من الروايات التاريخية هو اللي احنا بنعتمد عليه، لانه احنا لم نكن شاهد عيان على المقامات الموجوده، ولكن الروايات تنقل من جيل الى اخر ومن عقود الى عقود، وكما ثبت في الروايات انه هان مقام الى سيدنا يونس عليه السلام الذي بني على اثره هذا المسجد وهذا البناء اللي احنا بصدده الآن وبداخله اللي هو مسجد النبي يونس عليه السلام.
يعني لو أشرنا إلى الأهمية الدينية والأهمية التاريخية لهذا المكان، طريقة البناء أيضا التي بني بها هذا المسجد، ونحن شاهدنا لكم أعمال ترميم في الخارج وأعمال توسعة لهذا المسجد. يعني هذه الأقواس وهذه الحضارة والفن والحقيقة الجهد اللي كاين بنبذل في بناء هذه المساجد اندل على شيء بدل على عمق تاريخ الأمة العربية والأمة الإسلامية على مدى حقيقة الحضارة والتميز والفن اللي كان بيمتاز في يعني أجدادنا اللي وصلونا إلى هذا المكان وأظهروا هذا الصرح الديني وهذا البناء الديني بهذا الشكل. وأنا بقول مهما كان في اليوم تقدم في الحضارة سواء كان في البنون أو في البنيان أو في البناء، حقيقة إنه هذه الحضارة مبنية على الحضارة القديمة، وهذا الفن المعماري فن حقيقة نفتخر بالأجداد اللي كانوا هم بيمتازوا بهذه المهارات في مثل هذه الأماكن الدينية. يعني لو تحدثنا عن مساحة هذا المسجد، طوابق المسجد يعني على الأرض التي بني عليها، بما يتعلق بالأعداد التي يعني ربما تتسع للمصلين في هذا المسجد. هذا المسجد يتسع تقريبا إلى جميع أبناء المدينة في صلوات الجمعة وفي صلوات الأعياد. مثل ما أنت بتشوفوا هذا المسجد الآن مبني من طابقين، الطابق السفلي اللي احنا موجودين الآن فيه، وفي جزء للرجال والجزء الأكبر للرجال وجزء للنساء. في هذا الطابق الأرضي مقسوم قسمين، الجهة الشرقية تقوم النساء بأداء الصلوات المفروضة فيه، والجزء الأكبر في هذا الطابق ليصلي فيه الرجال. أما الطابق العلوي هو للرجال فقط، تم إضافة عليه الإضافات اللي أنتم بتشوفوها أمام المسجد على الجهة الشمالية تتسع إلى أكثر من 400 مصلي، مساحته أكثر تقريبا من 1000 متر مربع. طيب سريعا لو سمحت، يعني جهودكم أنتم والجهات الأخرى المعنية الأخرى وزارة الأوقاف وغيرها للحفاظ على هذا المسجد من الأطماع الاستيطانية وغيرها من الاعتداءات الأخرى؟ الجهود لن تكون فردية لا على مستوى بلدية ولا وزارة الأوقاف، فيها جهود من أبناء المدينة بشكل خاص ومن إخواننا حقيقة اللي احنا بنقول الأماكن الدينية والمساجد هي ليست لمدينة وليست لجهة وليست لمؤسسة، هي لنا جميعا، واحنا نفتخر بما يتم من عناية في هذا المسجد. مثل انتم ما بتشوفوا الآن انه يعني ما يليق بهذا المسجد موجود من نظافة ومن اهتمامات، وهناك أناس تصر عليه ليلا ونهارا من أجل أنه جهودكم مباركة. شكرا السيد حجازي مرعب رئيس بلدية حلحول على هذه التفاصيل. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الإطلالة الصباحية من مدينة حلحول. نعود الآن وإياكم إلى الزملاء في استوديوهاتنا في مدينة رام الله. شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله. شكرا لك يا سري، وأكيد كل الشكر موصول لضيفك، ويعني يعطيك العافية على هذه الجولة. مثل ما حكينا، خلينا نذكر بس المسجد اللي حكيتيه عشان سري المرة الجاي يعملنا عنه. مسجد الذروة يا سري، إذا أنت سمعني المرة الجاي بنروح على حلحل ومسجد الذروة تحكي لنا عن قصته أكثر. أما هلأ مشاهدينا، من الخليل لطول كرم ومهرجان طول كرم الأول للزيتون تحت عنوان الزيت عمود البيت مع زميلنا إيهاب الضميري. إلى هناك. صباح الخير، صباح الخير للوطن الجميل، صباح الخير لمشاهدي تلفزيون فلسطين وبرنامج فلسطين هذا الصباح. بطبيعة الحال اليوم طول كرم تطلق مهرجانها الأول للزيتون، وهو المهرجان الذي يحمل عنوان الزيت عمود البيت، وبالتالي هو يعني لديه دلالات كبيرة، خاصة وأن أبناء شعبنا يعني في هذه الأيام هم يعيشون موسم زيتون كان من المواسم الجيدة في محافظة طول كرم في إنتاج ووفرة في الزيتون والزيت، وبالتالي من هنا تجسدت هذه الفكرة التي انطلقت بها غرفة تجارة وصناعة طول كرم بالتعاون مع وزارة الزراعة محافظة طول كرم مع القطاع الخاص مع كافة المؤسسات لتطلق هذه الفكرة بزوايا متعددة، وصلت إلى 50 زاوية تحمل الزيت والزيتون ومنتجات الزيت وأيضا كل ما يتعلق في الزيت والزيتون، بالإضافة إلى منتجات
أخرى تتعلق أيضا بشركات راعية وبنوك وإلى ما آخره. إذن مشاهدينا بهذه الجولة خلينا نتعرف أكثر على هذا المعرض الذي جاء على هامش مهرجان طول كرم الأول للزيتون. معرض مميز، إقبال كبير، خليكم معنا لنشوف الصور هون ونشوف كمان أراء المواطنين والمشاركين والزوار. نبدأ بأولى زوايانا أكيد من الزوايا المميزة، زاوية للزيت والزيتون، وبالتالي هذه أولى زوايانا هنا في هذا المعرض. نستضيف معنا أحد أو يعني الصبي هون، نتعرف عليك. اسمي إناس شديد، مندوبة عن شركة زيوت الأرض المقدسة الكائنة بمنطقة علار لصاحبها السيد وائل شديد. أهلا وسهلا فيك، مشاركة يعني اليوم لإلكم في معرض مهرجان طول كرم الأول للزيتون. المشاركة اليوم كيف شايفينها؟ كيف شايفين الأجواء؟ الصراحة إحنا كانت لنا فرصة كتير كبيرة أن نشارك بهذا المعرض، أتاحت لنا فرصة أنه نعرض منتجاتنا على السوق المحلي الموجود هون حالياً. بما أنه جودة منتجاتنا كتير عالية وممتازة، فكنا كتير حابين أنه الناس خاصة بمنطقة طول كرم يعرفوا مين هي شركة زيوت الأرض المقدسة. والحمد لله رب العالمين، كانت كتير حركة حلوة ولفتة حلوة أنهم في طول كرم يجوا يعملوا مثل هيك شغلة. تقدموا أنتوا اليوم؟ احنا عندنا منتجاتنا الزيت والزيتون الدو اكسترا فيرجن، ذو جوده ممتازه، بالاضافه لبعض انواع الزيت زيتون المعبأ باحدث التقنيات الموجوده داخل شركتنا. شكرا لك اكيد، ونتمنى لكم التوفيق في هالمعرض اللي بيمتد على مدى 3 ايام. خلينا اكيد زوايا عديده ومتعدده، عشرات الزوايا هنا في هذا المعرض، خلينا متواصلين معاكم وفي هاي الزاويه اللي احنا متواصلين معاكم اكيد فيها عبر شاشه تلفزيون فلسطين برنامج فلسطين هذا الصباح. متواصلين في هالنافذة المميزة عبر برنامجنا فلسطين هذا الصباح، وزاوية جديدة أكيد منتجات زيت الزيتون، نتعرف عليك. مأمون عبد المجيد العلي، شركة أبناء العبود للتجارة والنقل. أهلا وسهلا فيك، نحكي عن زاوية لكم فيها منتجات الزيت والزيتون من خلال شركتكم في هالمشاركة في هذا المهرجان. قديش مهم هيك مهرجانات لكم؟ كثير مهمة هذه المهرجانات بحيث نعرض بضاعتنا في كل الوطن إن شاء الله، اليوم في طول كرم إن شاء الله، بكرة في نابلس، بعده على الخليل، على بيت لحم، على جنين، حتى نغطي فلسطين كلها، حتى كل شعبنا يلاحظ إنه إحنا عنا زيت وزيتون بجودة عالية جداً. غير الزيت والزيتون كمان في عنا مكابيس، الفلفل، البيتنجان، الزيتون الأسود، المكدوس، المكبوس، كله موجود وبطريقة يعني ومشغول بطريقة تقليدية خالية من المادة الحافظة، خالية من الخل، خالية من كل هذه الشغلات اللي بتضر الإنسان. طيب سؤالي ايضا كمان لك، ان شاء الله يعني هذا العام بكون هناك نجاح مميز لهذا المهرجان، هذا ما نتمناه. الاعوام القادمه هل يعني انتم كشركات مستعدون للمشاركه في هيك مهرجانات؟ نعم مستعدين، وين ما كانت احنا حاضرين نلحق اي مهرجان في الوطن. نعم شكرا لك، وان شاء الله بالتوفيق خلال الايام الثلاثه اللي راح تكونوا فيها في هالمهرجان. شكرا لك. شكرا لك، شكرا، تشرفت. اهلين. أكيد من منتجات الزيت اللي هو الصابون البلدي، والصابون اليوم كمان بزين زوايا مهرجان طول كرم الأول للزيتون في هذا المعرض اللي إن شاء الله نتمنى له النجاح. نتعرف عليك. يعطيك العافية ختام سليمان. أهلا وسهلا. إحنا شركة صابون بلادي. أهلا وسهلا. اليوم مشاركة من خلال هذا المعرض لإلكم، طبيعة الحال قديش استخدام الزيت مهم في إنتاج صابون مميز، صابون بلدي، وأيضا قديش هذا الصابون اللي هو البلدي اللي هو فيه زيت زيتون بيخدم الناس بطريقة أفضل من الصابون الآخر؟ طبعا كثير له أهمية أن أستعمل منتج طبيعي من زيت زيتون فلسطيني، وخاصة نركز على كلمة فلسطيني، قد ايه له قدسية. وكمان احنا بنشتغل على من مدينة نابلس اللي هي أصلا مشهورة بإنتاج زيت صوابين زيت الزيتون، وقد ايه زيت الزيتون بيعطي فائدة للجسم بعكس المنتجات الموجودة متوفرة بالأسواق اللي هي المستوردة والإسرائيلية اللي هي كلها دهون حيوانية أو صناعية أو مواد كيماوية. احنا هون بنوفر للمستهلك منتج طبيعي من زيت زيتون فلسطيني، بيعطيه فائدة وما بيعطيه أضرارته كمان لبشرته. يعني زيت الزيتون كمان إحنا هون نشتغل على زيت زيتون منساعد المزارعين على زيوت ممكن يكون تخزينها شوي مش تمام أو فائض عندهم بطريقة ما، من أمنها يعني أو منستثمرها بصناعة صابون أو منتج فلسطيني بإنتاج. الإقبال كيف كان اليوم؟ لا الحمد لله رب العالمين، الإقبال على منتجات طبيعية ومن زيت زيتون بالذات كثير ممتاز، مش بس اليوم في كل المواقع أو حتى في داخل المحل تبعنا في وعي بلش يرتفع لدى المستهلك الفلسطيني لاستعمال منتج زيت الزيتون من صوابين، وخاصة انه طبيعي دون اي مواد كيماوية. شكرا لكم، بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اكيد
أكيد من استخدامات الزيتون والزيت مش فقط للصوابين أو حتى للطعام أو للمخللات، في هناك استخدامات أخرى اللي احنا قاعدين بنشوفها الآن هون من خلال خشب الزيتون اللي هو أصبح أيضا يستخدم كتحف فنية وتحف تستخدم للأشخاص وللمنازل. ورح نتعرف أكثر عن هاي الزاوية أكثر مع أخونا والمواطن هون. نتعرف عليك أبو الورد هاني بن عودي. هاني بن عودي، أهلا وسهلا فيك. الله يسعدك. شو عن زاويتك، شو فيها زاويتك هون؟ طبعا بتعرف استخدامات الزيتون كثيرة، مش بس للزيت مثلا والرصيع والأمور هاي، في مثلا بعد الجداد بعد ما يخلصوا جداد الزيتون بكون وراهم يعني بتكنى بالشجر، فرميات شجر فروع، فأنا باخذ هاي الفروع بستغلها بعمل تحف خشبية مثلا، بكتب عليها، برسم زي هيك مثلا رسمات بكتب عليها بالحرك، يعني تعتبر انه مصدر رزق منيح يعني. وكيف بالنسبة للناس اللي بيشوفوا هذا العمل من خلال خشب الزيتون انك تحوله لتحفة تخطط عليها او تكتب عليها او ترسم عليها؟ سبحان الله، يعني انه بيختلف كثير عن الخشب الصناعي، بضل لمعته فيه الزيتون، فأكثر الناس بتحبذ خشب الزيتون على الخشب الصناعي، يعني بشجعوا انه يكون كل الشغل بالزيتون مش بالخشب الصناعي، لانه بكون الخامة تبعته سبحان الله فيها لمعة، يعني من الزيت بضل اللمعة فيها. اكيد بتمنى لك التوفيق، وان شاء الله اكيد هاي الفكرة تتعمم اكثر ونستخدم خشب الزيتون في قضايا ايضا جميلة وفنية دائما لنعرض فيها انتاجاتنا وابداعاتنا. شكرا، حياك الله، الله يسعدك، اهلا وسهلا. متواصلين معكم مشاهدينا، واكيد للزوار وللمواطنين اللي اجوا على المعرض وشافوا زواياه لهم راي فيه، وكمان رايهم في المهرجان، مهرجان طول كرم الاول للزيتون. مرحبا فيك، نتعرف عليك. هلا بك، رائد عزيز الدعم من غزه. اهلا وسهلا فيك من غزه، يعني انت زائر المعرض من غزه، جيت اليوم امبارح زياره هون؟ لا انا جاي زياره، ما بعرفش انه في معرض، امبارح واول امبارح بقرا في الاعلانات اللي هو في معرض هنا للزيتون في طول كرم في جامعه. كيف شفتوا الزوايا اللي موجوده، خاصه الزوايا اللي متعلقه في منتجات الزيت والزيتون؟ والله الحاجه فوق الوصف، يعني حاجه كويسه جدا ممتازه، المنتج جيد جدا، المعرض كل زواياه كويسه، يعني في عده حاجات، في عده شركات مشتركه، في منافسه، وان شاء الله المنافسه تكون في صالح الجميع، في صالح الجميع، يعني بالمنتج وبالسعر وبالجودة وبالأمور هاي. وبالنسبة لك كمواطن كمان من غزة، وتحييتنا أكيد لأهلنا في المحافظات الجنوبية، موجود هنا اليوم اطلعت على شيء جديد، قديش هذا مهم لك كمواطن تطلع على أصناف ومنتجات جديدة؟ أنا أول مرة أنزل طول كرم، يعني الصحيح حاجة أنا عمال، يعني أنت شفتني بالصدفة عمال بصور أخليها ذكرى لإلي ولأهل البيت في غزة، صحيح حاجة مفتخرة جدا، وربنا يبارك في القائمين على المهرجان هذا إن شاء الله. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك، وأكيد نورتنا ونورت مهرجاننا. شكرا. لهون نوصل لختام هالجولة المميزة من معرض مهرجان طول كرم الأول للزيتون، فعلا معرض مميز بما يحمله من زوايا عديدة ومتعددة، ركزنا على تلك التي تعنى في الزيتون والزيت ومنتجاتهما تحت عنوان الزيت عمود البيت. بالتالي يعني في هذا المعرض وفي هذا المهرجان سيكون هناك أيضا فقرات إن شاء الله ترفيهية وفنية للكبار وللصغار، وليكون معرض مميز ومتميز على مدى 3 أيام متواصلة. أكيد مع هالصور المميزة وهالأجواء الرائعة، عودة للزملاء في رام الله. شكرا لك إيهاب على هذه الجولة يعني في هذا المعرض، وواضح أنه في ناس كتير صحيح. وإقبال بالفعل على منتجات الزيت والزيتون. وإلى آخر محطتنا في هذا الصباح مشاهدينا وزاويتنا الطبية مع زميلتنا نادين جواريش، والحديث عن سكري الأطفال مع دكتور حسن عيد. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا.
يسعد صباحكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم في فقرتنا الطبيه طبيبك. شهر نوفمبر تحدثنا عن شهر التوعيه بمرض السكري، رح نتحدث اليوم بموضوع سكري الاطفال، نتحدث عن اسبابه واعراضه وطرق العلاج، اللي كل هاي التفاصيل رح نحكي فيها مع ضيف الدكتور حسن عيدة، اخصائي غدد صماء وسكري اطفال في مجمع فلسطين الطبي. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير لكل جميع المشاهدين. اهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، يعني شهر نوفمبر شهر التوعية بمرض السكري، رح نتحدث اليوم عن نوع من أنواع مرض السكري اللي هو فعليا سكري الأطفال، لو نعرفه فعليا دكتور. طبعا سكري الأطفال بيستغربوا الناس أنه في سكري الأطفال، دائما الناس بربطوا أنه السكري لازم يكون للكبار السن. لا، في أطفال بنصابوا بالسكري والنسبة تاعتهم، طبعا فلسطين هنا وفي قطاع غزة عندنا في الضفة الغربية تقريبا في عندنا 2500 طفل عندهم سكري، وفي غزة نفس الشغلة 2500 طفل. مرض السكري ممكن يصاب الأطفال طبعا من أعمار صغيرة، من عمر سنة لحد 40 سنة، بصير في عندهم اللي هي مرض مناعي ذاتي بسموه، بصير في عندهم بعض التغيرات على الخلايا اللي بتفرز الإنسولين، فبصير بتفرز اللي هي المضادات الحيوية ضد الخلايا تاعت البيتا سيلز اللي موجودة في البنكرياس، فبصير في عندنا اللي هي نسبة الإنسولين بتقل، فبصير الإنسان عنده أعراض السكري وبنسبها لمرض السكري النوع الأول. النوع الأول لأنه اعتمادهم على الإنسولين بيكون هذا الأطفال. النوع الثاني اللي هو بيصير بكبار السن الفوق الأربعين سنة، وفي له طبعاً مش رح نحكي عنه اليوم، رح نحكي أكثر شيء عنه. دكتور، تحدثنا عن يعني الفئة العمرية اللي بيصاب فيها الطفل، حكيت لي من عمر سنة فما فوق. طب يعني لما يكون الطفل بعمر سنة مصاب بمرض السكري، كيف ممكن اكتشافه فعليا دكتور؟ ولا لا بحتاج ليصير الطفل كبير وتكون له اعراض لاكتشاف هذا المرض؟ لا، في عندنا اطفال عمرهم 8 شهور 9 شهور وعندهم سكري النوع الاول سكر الاطفال، وفي ناس عندهم سنه وسنتين، والاغلبيه العظمى الاعمار تاعتهم بتصير في سن البلوغ اللي هي ما بين 9 سنوات و13 سنة. ولكن العام الماضي لقينا أنه في الفئة العمرية لمرض السكري نزلت أقل من 5 سنوات. الطفل اللي بيكون عمره سنة، الأم اللي بتكون تحفظه في الحفاظة تاعته، بدل ما تحفظه بتكون تبدل الحفاظة تاعته مرتين ثلاثة، بصير تغير له إياها 6 مرات أو 7 مرات أو 8 مرات. القصد الموضوع أنه بصير في عنده تبول زيادة عن اللازم، زائد أنه بطلب سوائل زيادة عن اللازم، زائد أنه الطفل ممكن يصير في عنده في البداية شهيته للأكل أنها ترتفع، نزول في الوزن تاع الطفل. هاي الأعراض أي إنسان، أي إنسان أو أي أم بتلاحظ على ابنها أنه في عندنا شرب زائد في الماء، أو أنه عندنا التبول الزائد، أو أنه أحيانا الأطفال اللي عمرهم 6 سنوات 7 سنوات، انه الطفل ما كانش يبول على حاله وفجاه صار ايش يبول. هاي الشغله لازم تبول لا ارادي. القصد الموضوع انه الطفل لازم في اي تغير عليه لازم الام تتجه للطبيب على اساس عمل فحوصات له. دكتور، نتحدث اذا اردنا نتحدث عن نظره المجتمع للطفل المصاب بالسكري، نحكي عن موضوع الزواج، نحكي عن موضوع برضو حتى كيفية التعامل المدارس معه. دائما بنحس أنه طفل المصاب بالسكري حالة استثنائية، حالة شاذة في المجتمع، سواء في المدرسة بيخافوا أنه بيحكيك لا طفل السكري بيضل عند أهله، بنخاف تصيبه بالسكر أو من هاي الأمور، أو حتى بالزواج بيتم على كبر بيتم رفضه من الأهالي خوفا من إصابة يعني أطفاله بهذا المرض. نتحدث عن هذه النظرة المجتمعية ممكن الظالمة للطفل فعليا. شكرا على هذا السؤال، سؤال مهم جدا، وأنا أعتقد المفروض يكون حلقة أكبر عن هذا الموضوع لوحده. اللي هي نظرة، أول شغلة أنه طفل المريض السكري أو المريضة السكري إنسان طبيعي، فش أي إنسان بيقدر يعني يفرقه ما بين الإنسان الطبيعي والإنسان. مريض السكري ممكن يصير طبيب، ممكن يصير مهندس، مدرس، مذيع، اللي بده إياه يصير. أحلامه توقفش إذا انصاب بمرض السكري. القصد أنه إنسان بيضله في حياته. في ناس كتير متفوقين مرض السكري، في ناس عنده يعني عندنا أطفال كتير مهندسين وأطباء صاروا عندهم سكري. الموضوع الثاني أنه مرض السكري النوع الأول لحد اللحظة هاي ليس وراثيا، يعني مش انه الانسان اذا كان مصاب بالسكر معناته انه راح يورث لاولاده. ممكن في نسبه ضئيله جدا من نسبه الوراثه، ولكن مش زي النوع الثاني الكبار السن. في ناس كثير عندهم حتى 2 يكون عندهم سكر يصير لهم 10 و10 و15 سنة، اتجوزوا اولادهم كويسين ومتفوقين وما شاء الله عنهم، ما فيش اي مشكله في الموضوع. وفي اطفال جابوا عندنا السنه هاي، في عندنا طفل كان مصاب بالسكري جاب من الاوائل، يعني جاب 99 جاب في التوجيه وكان مصاب بالسكري. القصد ما فيش مانع
لما يريد السكر هي انه يعيش حياته الطبيعيه. النقطه دماغه يعني دكتور. اي نعم. النقطه الثانيه المهمه اللي انا عن طريق تلفزيون فلسطين بدي اوجهها للتربيه والتعليم، المفروض انه مشاركه اطفال السكري في رحلات المدرسيه، مشاركتهم في الالعاب الرياضيه، مشاركتهم في جميع الحياه المدرسيه الطبيعيه بدون اي تفرقه. هاي الشغلة مهمة جدا. طبعا يعني هم مش شاذين أو مصابين بمرض معدي، مرض طبيعي وما في يعني ممكن في كتير تخوف موضوع نوبة السكر وتحمل مسؤوليته، هذا الحكي غير صحيح. ضروري إدماج الطفل في بين حتى بين طبيعيين لحتى ما نعمل عنده عقدة نفسيا فعليا للطفل دكتور. مظبوط، هو المفروض في كل مدرسة إن كانت حكومية أو خاصة يكون في ممرضة أو يكون متبع من الصحة المدرسية، يكون في عيادة موجودة في كل مدرسة لهي الأمور كلها على أساس توعية، على أساس معالجة أي حالة من الحالات اللي بتصير في المدارس. دكتور تحدثنا عن الأعراض بشكل مختصر، إذا أردنا نتحدث عن أعراض مرض السكري بشكل تفصيلي يعني خاصة للأمهات، حكينا بأنه بلشوا بعمر صغير بعمر 8 شهور أو حتى السنة وممكن للتسع سنين غالبا أو للعشر سنين، نتحدث بشكل مفصل أكثر عن الأعراض عشان الأمهات ينتبهوا لأطفالهم. الأعراض بشكل عام معظم الناس بيعرفوها، إنه هي زي ما حكينا إنه الشرب الزائد اللي هي التبول الزائد في عند الطفل، إنه ذهاب للحمام، وخصوصا أحيانا في بعض الأطفال أو الأهالي بينتبهوش عليه، خصوصا إذا كان الطفل عمره 11 سنة 12 سنة، إنه بصحى بيروح على الحمام بالليل وهم نايمين. يعني قصد موضوع إذا الطفل إنه صار يصحى بالليل، المفروض بالعادي ما يصحاش الطفل بالليل إنه ما يبولش. فهي الشغلات من الأعراض، ونزول الوزن الطفل ممكن إنه، ولكن أغلبية الناس ممكن يكتشفوا خصوصا الأطفال يكتشفوا إنه عنده ابنهم في عنده أي خلل على السريع وبسرعة. ليش؟ لأنهم بينتبهوا لابنهم يوميا، لأنهم بتابعوا أولادهم أول بأول. فلهذا السبب إنه الأعراض هاي ممكن يكتشفوها قبل ما يصير عنده الطفل حموضة في الدم. الحموضة في الدم إنه يصير في الطفل عنده جفاف، يصير في عنده نفس ويتعب ويحتاج بعدها إنه الطفل إنه يدخل الإنعاش على هذا الموضوع. فقدر الإمكان أي عرض من الأعراض اللي حكيناها عنهم هسا، نزول الوزن، شرب الماء، كلها لازم توجه للطبيب. دكتور كمان حابة أسأل بخصوص موضوع شرب الماء، يعني بنعرف إنه الأطفال كثير الحركة يعني هم إذا هم بحتاجوا لسوائل لأنهم فعليا نعرفهم إنه كثير بتحركوا، فيعني إيش المقدار اللي ممكن إحنا نعتبر إنه لا هون في علامات خطر للطفل، الطفل في له ممكن يصاب بمرض السكري؟ يعني احتياجاتنا احنا في الطفل انه حسب الوزن تاعه قديش هو ممكن ياخذ للطفل، احنا بنعطيهم على الاوزان تاعتهم قديش هو الشيء الطبيعي له اللي لازم ياخذه طول اليوم للطفل. على سبيل المثال في اطفال بنعطيهم 10 ام ال للكيلو تاعه او 20 ام ال للكيلو تاعه، بنعطيهم حسب احتياجه. ولكن الموضوع في الموضوع انه بيكون في شرب مفرط في الموضوع، انه كل دقيقه كل دقيقتين بصير الطفل انه يروح على الحمام او انه يشرب مي او انه بالقنية تاعته بيكون كل شوي بده يطلب القنية تاعته، خصوصا الطفل كان عمره سنة او الحليب تاعه بصير يزيد كمية الحليب اللي بده يغطيها الطفل. يعني احنا الاطفال الخدج ممكن في البداية رقم تاعهم يبلش في 30 سي سي يبلش فيهم، بعدين بصير نرفع له اياها ل 60 سي سي 90 سي سي نرفع له اياها. طبعا فمعناته انه الطفل بصير بحاجة انه لازم نعمل فحوصات لهذا الطفل، ليش انه قاعد بشرب زيادة عن اللازم. يعني حتى احنا بنوجه للامهات، يعني حتى لو انا لاحظت انه طفلي في زياده بالماء حتى بالحليب انا بدي اطمن، يعني مش شرط يكون الطفل مصاب بالسكري لا. لكن الاطمئنان التوجه للتدخل الطبي ضروري. دكتور احنا تحدثنا عن تشخيص المرض عند الاطفال، كيف بيتم تشخيصه؟ تشخيص بالعاده بيصير في الطفل بكيس السكر وبكيس في اللي هو فحص البول كمان. المفروض انه فحص البول ما يكونش فيه سكر، اذا كان السكر طبيعي اقل من 180 في الدم المفروض انه في البول ما يكون فيه سكر، اذا كان في سكر في فحص البول معناته انه لازم واحد يفكر في الموضوع اللي هو السكري. زائد اللي هو فحص الدم العادي اللي بنعمله انه لازم يكون السكر الطبيعي عند الانسان صايم 8 ساعات لازم يكون اقل من 99، يعني اقل من 100 بنحكي. إذا الإنسان عنده السكر وهو صايم فوق 126 معناته هذا الإنسان إنه إيش لازم يكون عنده سكر زائد. بنسوي فحص اللي هو بسموه مخزون السكر أو التراكمي اللي هو بيسوي كل 3 شهور، لازم نعمل للأطفال على أساس إنه هنحدد قديش النسبة تاعته. إذا كان التراكمي 6.4 معناته إنه الطفل مصاب بالسكري، إذا كان أقل من ذلك ممكن يكون مهيأ إنه يصاب
بالسكري. دكتور بتأكد من فحص مخزون السكري هو اللي حتى الكبار اللي بيعملوه وحتى النساء الحوامل اللي بيعملوه اللي هي شرب عينة معينة لا. فيها نسبة يعني نحكي كتير حتى الكبار أيام بيشربوا من هذا الفحص بيجعلوا هدول الأطفال ولا لأنه مستحيل أحي... لا أحيانا نلجأهم إياه بس هذا يسموه اللي هو فحص تحمل السكر وليس اللي هو مخزون السكر. تحمل السكر يختلف كليا ده هاي الحالة التشخيصية للموضوع. أحيانا نلجأ إلها للأطفال بنعطيهم إياها بس بنعطيهم إياها مع شوية ليمون أساس نغير الطعم تاع الموضوع. الشغلة الثانية لازم نعمل اللي هو فحص للخلايا تاعت البنكرياس قديش متبقي فيها زاد المضادات الحيوية أساس نحدد بالفعل شو نوع السكري عند الطفل. خاصة أنه يعني دكتور هذا الفحص حتى إحنا الكبار بنشرب منه اللي هو تحمل السكر. دكتور نتحدث عن الأسباب، أسباب إصابة الأطفال بمرض السكري فعليا. زي ما ذكرت في البداية أنه هو عبارة عن مرض مناعي. مرض مناعي أنه فيه المضادات الحيوية أنها بتكون عالية جدا عند الأطفال، ولكن في نسبة معينة أنه ممكن يكون هاي المضادات الحيوية غير موجودة عند الأطفال في بداية المرض، زائد أنه في أعراض جانبية كمان أو أنه في مؤثرات من الطبيعة ممكن تساعد على حدوث المرض في هذا الوقت المعين. يعني في ناس كثير بيسألوني يقولوا يا دكتور طب ليش بصير السكر عندنا صار عندي ابني هسه 5 سنين ما صارش بعد 30 سنة ما صارش بعد 20 سنة؟ في عوامل كمان من الطبيعة بتساعد. طبعا العوامل الخطورة فعليا اللي هي طبعا الأكل الحلويات الزائدة المأكولات الكثيرة الشوكولاتة طبعا الستريس ممكن يعمل اللي هي كمان المناعة بتعمل فهي الفيروسات واعتماد طبعا أغلب الأمهات على الفاست فود فعليا اللي احنا بنعتبره او بنفكره انه ما في لا الى جانب الوراثه كمان هاي العوامل ممكن تسبب هذا المرض. بس السبب الرئيسي لهذا الموضوع اللي هو السكر تاع الاطفال انه هذا الطفل بيكون وراثيا او في الجينز انه مهيئ جسمه انه يصاب صحيح. بامراض مناعيه ذاتيه بكون الجسم يعني مهيئ. ايش معنى انه في طفل بنصاب في العيله والتاني بنصابش؟ طب هم بياكلوا نفس الاكل وعايشين نفس الظروف وعايشين نفس الطبيعه، ايش معنى انه في اخ الاخ مصاب والاخر غير والآخر مصاب؟ فالقصد انه هو بيكون مهيئ جينيا عنده الجينات انه هذا الانسان يصاب بمرض السكري النوع الاول. دكتور نتحدث عن العلاج، ما هو العلاج بالنسبة للأطفال؟ يعني عادة نسمع كثير إحنا العلاج بالنسبة للكبار الإبر أو في أدوية معينة، هل هو نفسه العلاج للأطفال خاصة يعني إنه ببلش من عمر صغير فعلياً؟ طلع يعني موضوع العلاج أول شغلة إحنا لما أي مريض بنصاب بالسكري النوع الأول بدخل عندنا على المستشفى أنا شخصياً بروح أشوف الأهل على أساس إنه نحاول نعالج الأهل. الأهل في البداية بيكونوا في صدمة بصراحة. صحيح. يعني بيكونوا هم مش يعني مش متقبلين الموضوع السكري انه كيف ابني صار عنده سكري، فاحنا بنحاول قدر الامكان كلهم انه هذا شيء طبيعي ممكن انه ابنكم يعيش طبيعي حياه طبيعيه بتجوز بخلف زي ما حكينا في البدايه. موضوع العلاج اعتماده على الانسولين طبعا 100%. الاطفال بياخذوا بتعرف انه اطفالنا انهم بيخافوا اصلا من الابره، فالانسولين متواجد عندنا في وزاره الصحه هسه حاليا عن طريق الابره جديد راح يكون كمان اقل من شهر ان شاء الله راح يكون في الاقلام الانسولين موجوده، زائد انه هو في كمان مضخات الانسولين، المضخه اللي هي بتقيس وبتعطي لحالها بدون بغز الطفل بالابر، هاي موجوده عندنا ولكن للاسف الشديد انه المريض بده يضطر احيانا يشتريها على حسابه او حساب مؤسسه معينه او حساب بعض المؤسسات. الشيء المطمن هسه الشيء اللي صار جديد من 3 سنين انه بعد 18 سنه حتى النوع السكر النوع الاول انه صار في حبوب نعطيهم بدل الانسولين السريع، فهذه الشغله كثير ريحت على الاطفال وعلى الناس الكبار في سن الشباب. دكتور حسن لو تعطينا نصيحه اخيره وخاصه للاهالي اللي حكينا اللي هو يعتبر سبب مهم من اسباب اصابه الاطفال الى جانب يعني حكينا جاهزيه الجسم لهذا المرض، لكن ايضا انه في ممارسات وعوامل خطوره ادت للاصابه بهذا المرض، اخر نصيحه من الدكتور؟ طبعا النصيحه الاولى انه الاهل يتعاملوا مع اي عرض جديد على ابنهم انهم على السريع يتحولوا فيه على الطبيب. الشغله الثانيه انه حتى لو انصاب ابنهم بالسكري يعتبروه انسان طبيعي مش راح يتغير على حياته اي شيء في المستقبل، وهي احنا بعد 10 سنين من الخبره في هذا الموضوع نضمن لهم انه ايش ما يصيرش اي شيء ان شاء الله عنده. وطبعا اهميه الصحه النفسيه للاباء بتنعكس على صحه الصحه النفسيه لطفلنا، لازم ندعمه
ونحس انه هو مش مصاب بمرض شاذ او مرض خطير، هو مرض طبيعي ممكن الطفل يتعايش معه بدون اي مضاعفات نفسيه للطفل. يعني اصلا احنا هسه حاليا كمان بطلنا نسميهم اللي هي مرضى السكري، صرنا نسميهم السكريين الشجعان. بطلنا هذا السبب، المريض هو المريض الانسان اللي مش متزن. صحيح. دكتور حسن عيدة، اخصائي غدد صماء وسكري اطفال في مجمع فلسطين الطبي، بنشكرك على كل هاي المعلومات طبعا الطبيه، واهلا وسهلا فيك، نورتنا باستديوهاتنا دكتور. شكرا لكم جميعا المشاهدين. شكرا، اهلا وسهلا فيك. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقرتنا الطبيه، تحدثنا فيها عن سكر الاطفال. الاطفال هم طبعا اهم فئه في المجتمع، ضروري جدا انه نتعامل. سكر الاطفال ليس بمرض شاذ او نفس لاطفالنا او حتى ان سبب لهم عقده نفسيه، احنا نتقبل الموضوع، لا اطفالنا يتقبل الموضوع. يسعد صباحكم، وعوده لكم زميلاتي، يسعد صباحكم. شكرا نادين، وشكرا دكتور حسن اكيد، والحمد لله دائما وابدا على نعمه الصحه. وهيك بنكون وصلنا لختام برنامجنا يا الاء. صحيح. مشاهدينا نشكركم على المتابعه، واكيد كل الشكر للضيوف اللي رافقونا اليوم. نتمنى لكم نهار جميل، يتجدد اللقاء في الغد. هذه تحياتنا وتحيات فريق العمل. الى اللقاء.